عاد وفد المنتخب الوطني للكانوي كاياك اليوم من مصر، وذلك بعد مشاركته المشرفة في البطولة العربية، أين نجح رياضيو الجزائر في حصد 16 ميدالية منها 9 ذهبيات كاملة، ليبقى الهدف هو ضمان العدد الأكبر من المشاركين في أولمبياد باريس 2024. التغطية كانت لزميل محمد قريشي. انا فرحانه جدا اني ديت هاد لي دو ميداي المشرفه، واهديها للمدرب مدرب ديال العربي عبد الاله، وكل من ساعدني وكل مدربين اللي ساعدوني والكلوب تاعي. كانت منافسه قويه نوعا ما، والحمد لله تتوجنا بهذه الميداليتين الحمد لله. النتائج ان شاء الله هذه النتائج ان شاء الله ما غاديش تكون تحبس هنا، غادي نزيد نحضر ونزيد نواصل على التحضيرات، وبذلك باش نمثل الوطن تاعي في المحافل الدوليه، ولما لا يكون الهدف تاعي التاهل الى اولمبياد باريس 2024. انا بالبطوله هذه نتوقع انه المستوى العربي راح يتطور في السنوات القادمه، لانه كانت نسبه المشاركه كبيره ياسر، يعني 10 دول عربيه، هذه اول مره تصرف في بطوله عربيه، والحمد لله حنشوفوا يعني تطور كبير في رياضه الكانوي كاياك في المستقبل. الهدف الشخصي الوحيد الان هو تاهل الالعاب الاولمبيه 2024. كنشوف عدد المشاركين الجزائريين اللي شاركوا في هذه البطوله، الحصيله هي جد ايجابيه، لانه فيها اختصاصات اخرى ما شاركناش فيها، وان شاء الله نزيدوا نعملوا فيها باش نزيدوا نشاركوا في هذه الاختصاصات. هناك 37 اختصاص، شاركنا في 17 اختصاص، وفي هذه الاختصاصات تحصلنا فيها يا اما على ميداليه ذهبيه اما على ميداليه فضيه. اذا ان شاء الله في المستقبل راح نزيدوا نعملوا اكثر على الاختصاصات الاخرى المتبقيه، وباذن الله نحتل المركز الاول.